انطلاعا من هذا الكلام، هالمبادرة شو الأفق تبعها؟ يعني لوين بتوصل؟ كيف تجاوبوا الأطراف مع هذه المبادرة وشو عندك معطيات؟ في أولا تهيب عند كل الطبقة السياسية للحظة السياسية الراهنة، خصوصا يعني مع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتحديدا بعد اغتيال أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله. هذا التهيب عم يتعبر عنه بمقاربة مختلفة للملف الرئاسي. بس خلينا نرجع نعدد الطبقات اللي كنا نحكيها سابقا. عندنا أولا الطبقة خلينا نسميها الدولية الإقليمية، في أطراف اثنين أو ثلاثة كانوا عم نقول بالماضي معنيين بالملف الرئاسي، أولا الجانب الأمريكي، ثانيا الجانب الإيراني، ثالثا الجانب السعودي. الأطراف الثلاثة عمليا كل واحد عنده مقاربة مختلفة عن الآخر. الأمريكي لهلأ ما يعني، وإن كان يمكن البعض بيعتبر أنه عنده مرشح مضمر أو بدو يتقدم على الآخرين اللي هو قائد الجيش، بس لهلأ الأمريكي ما طلع قال أنا بدي فلان. الأمريكي عم بيقولوا انتخبوا رئيس الجمهورية اللي أنتوا بدكم تختاروه، لأنه ضمنا هو عم بيكون عم بيحاول أنه ما يتحمل مسؤولية تجربة ما بالرئاسة بمعزل كيف بدها تكون نتائج هذه. يعني عندهم تجربة ميشيل عون، عندهم تجربة ميشيل سليمان، عندهم تجربة إيميل لحود، عندهم تجارب بالماضي، ما بدهم يتحملوا مسؤولية أي تجربة رئاسية. هذا فيما يخص هذا المناخ الأمريكي بيخفف شوي من الزخم حول الموضوع أنه هل الأمريكي المرة جدي يقعد على الطاولة ويقول بدي رئيس، هل هذا هو الوقت المناسب للرئيس أو لا؟ خلينا نقول في علامة استفهام، عم بيقولوا بدنا رئيس بس مش فرقاني معنا شو هو الرئيس، ما بده يفوت لهلا ما عم يضغطوا يعني، ما عم يضغطوا بس عم بيحكوا كلمة يعني. عم بيحكي كلمة. الموقف الإيراني أنا بعتقد الإيراني وحزب الله، خلينا في المرحلة الحالية هلا نحن قاعدين على الطاولة نقول أنه تراجع يعني الوزن الإيراني في الاستحقاق الرئاسي، لأنه عمليا انعقد التفويض إلى الرئيس بري، وعندما يتقدم الرئيس بري بمبادرة من أي نوع اللي كانت أنا بعتقد هو مغطى من حليفه حزب الله ومغطى من الجانب الإيراني تغطية سياسية كاملة. الجزء الثالث اللي هو له علاقة بالسعودية، السعودية عم بتقول ليس لدينا مرشح، لن يكون لدينا مرشح، هني والأمريكي عم يلتقوا على نقطة تقاطعوا فيها أقل، هذا اللي أوحد فيه مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اثنيناتهم يلتقيان عند الفيتو على سليمان فرنجية. السعودي بيقول أنه أنا بحكم على المرحلة المقبلة من خلال هوية الرئيس رح تختاروه، إذا اخترتوا واحد أنا ما عجبني رح أتصرف على هذا الأساس، وإذا اخترت واحد. هذا بالطابق الدولي الإقليمي. بالطابق المحلي، بالطابق المحلي عمليا إذا أنت بتشوف بس مشهد عين التينة يلي بمعزل إذا أنت بتحبه أو أنا بحبه، ملاحظات الناس عليه هذا يعني اللي حطه بخانة الاستفاف الإسلامي، بس عمليا تم التعبير عن الموقف الإسلامي اللبناني عبر هاي الوقفة اللي صارت بعين التينة، بمعنى أنه مبين واضح أنه اليوم السنة إذا بتقلهم رئيس جمهورية فلان ولا فلان ما في حدا رح يعترض بالواقع السني، اليوم يتقدم على هذا المشهد الرئيس مئاتي، ما في حدا تاني عم بيكون متقدم معه بهذا المشهد. وفي المونة السعودية اللي كمان قابلة للتحرك بالسقف اللي كنا عم نحكي. وليد جملاط أنا بتقديري يعني، وكان الأستاذ وائل مهذب ودبلوماسي كعادته يعني، بتلبق له عن جد بدلة وزير خارجية يمكن بالتعبيرات الدبلوماسية اللي قالها. فعلا وليد جملاط يعني بالسلوك السياسي، بالموقف السياسي وبالزخم السياسي واضح أنه عم بقول تعوا نخرج من الأزمة، يعني ما عنده مشكلة يعني. وأنا بعتقد مش حاطط فيتو على حدا يعني اليوم ولي جملاط، بقدر ما أنه تعوا نستشعر المسؤولية وننتخب رئيس مين ما كان الرئيس، بس أنه فعلا يكون حدا قادر أنه يعمل مخرج للمرحلة. مش حاطط يعني، عم بقول بتبلش من عند قائد الجيش ونزول يعني. حتى ما عنده مشكلة أنا بعتقد مع سليمان فرنجية بهاللحظة هيدي، وإن كان متهيب وشاعر الآخرين كيف عم يتصرف، وهذا شيء أصلا عبروا عنه باللقاء مع سليمان فرنجية. الثنائي الشيعي انا عم بقول انه الموقف عم بيعبر عنه الرئيس بري موقف جدي. انا بعتقد مرحله تمسك الثنائي الشيعي بسليمان فرنجية تراجع زخمها من بعد اغتيال السيد حسن نصر الله. هلا بنحكي عن التطورات المشهد الداخلي والمشهد الاقليمي ربطا بهذا اللحظه. اليوم نحن امام مشهد سياسي جديد على المستوى الاقليمي، على المستوى الداخلي، جزء منه هو ما يتصل بموضوع رئاسه الجمهوريه. طيب بالنسبه للاطراف الباقيين يعني جبران باسيل، سمير جعجع، يعني انا بعتقد سمعنا كل واحد شو عبر عنهم يعني. ليك انا سمعت هيك انطباعات عامه
من وحي الحراك اللي عمله رئيس الحكومة، من وحي الحراك اللي عمله الحزب التقدم الاشتراكي، ومن وحي اللقاءات اللي صارت مع الرئيس بري. بالانطباع العام اللي متوفر عند الكل انه اجواء التيار الوطني الحر، تحديدا رئيس تيار جبران باسيل، اجواء الكتائب سامي جميل، اجواء المستقلين ميشيل معوض، الكتل كلياتها اجواء ايجابيه منفتحه على الموضوع، على الملف الرئاسي. هناك اشكاليه تتصل حصرا بموقف القوات اللبنانيه. ليش؟ لانه القوات اللبنانيه مثل ما قلنا المره الماضيه، ماذا قالت يعني سريدة جعجع لبعض الشخصيات اللبنانيه؟ قالها بالفم الملقان، يعني هلا حر الاستاذ وائل بيقولها كيف بده يقولها، يعني هذه يعني شغلته مش انا، يعني انا اللي فهمته بالجو العام عند القوات اللبنانيه تحديدا سمير جعجع المره مش سريدة جعجع، عم بيقول ليش مستعجلين على الرئيس؟ خلينا ننطر شوي يا شباب، هلا نحن هيك الوضع، بعد شوي نحن منجيب الرئيس لحالنا. عمليا عمليا هو معتبر اللحظة الحالية السياسية الحالية هي لحظة 1982 يلي بتبلش برئيس جمهورية تتدحرج عمليا الى اتفاق سياسي امني كتير كبير بيشبه 17 ايار، ويدخل لبنان في عصر جديد ومرحلة. برأيك من يطرح سمير جعجع رئيسا للجمهورية؟ هلا ما عنده حدا، هلا بهاللحظة ما عنده سمير جعجع. اذا 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 السيناريو بدك تكفي فيه مع سمير جعجع، اما يكون الرئيس سمير جعجع او من يسميه سمير جعجع. اذا بدك تكفي بالسيناريو اليوم، مصلحة سمير جعجع بالفراغ، الانتظار واستمرار الفراغ. للاسف هذا الواقع المسيحي. فيما يخص البطرك، البطرك واضح يعني مش عم بيخبي موقفه، اكثر واحد عم بيلح وعم بينادي لانتخاب رئيس، لانتخاب رئيس. باللقاء مع رئيس الحكومه طرحوا المعاونين للبطرك موضوع الاسامي، لم يبادر للبطرك هو شخصيا الى طرح الموضوع ولا رئيس الحكومه. نحط قدامهم مجموعه اسامي، تبدا بقائد الجيش بالعميد البيسري، بالعميد جورج كوري والوزير الياس بارود، عصام سليمان، نحط زياد. مجموعه اسماء زياد قلت الياس بارود زياد بارود عفوا، عم بحكي عن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان. نحط مجموعة أسماء وكان في تداول فيها، وقال الرئيس مئاتي رأيه، وقال البطرك رأيه، وقال إنه في صعوبة أسماء بعض تقلع لأنه في إشكالات حول هذا الاسم أو ذاك، بس كان يعني بإطار حكي على الطاولة بحضور بعتقد كانوا يمكن مجلس المطار أعضاء بالمجلس حاضرين باللقاء. مش كلهم إيه أصلا إيه، بس ما كان في تبني لاسم أو لا 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 أسماء على على لا 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 ما صار في تبني، صار في عصف أفكار وحط أسماء. وكان في مثل انت بالنسبه لك في اسم هو الارجح يعني؟ لا انا ما انا يا ريت انا عندي اسم. لا مش أنا هيك، بس انت بقراءتك السياسيه انه مين اللي بيمرق اكثر؟ ليك اذا جورج من الاخر، اذا مثل ما عم بيقول في حراك داخلي مع حراك دولي اقليمي كان جزء لا يتجزا منه موضوع وقف هلا اطلاق نار وتسوي الى علاقه بموضوع ال 1701، انا بعتقد الشخص المرجح يعني لرئاسه الجمهوريه لو عماد الجزافعون. هذا عم نحكي بالمواصفات. إذا اليوم ما شفت هذا الشيء فتنا على اللعبة الداخلية وعلى التوازنات المحلية، أولا لن تجد اثنان من القوى المسيحية متفقين على اسم واحد، وراح تفوت بموضوع الفيتو والفيتو المضاد على هذا الموضوع، وبالتالي فتنا عن جد فتنا ساعتها بنفق الموضوع الرئاسي، بيزبط الرئيس ولا ما بيزبط. مثل ما أنت هلا إذا بدك تقول والله إذا هلا انتصرت إيران على أمريكا ورجعت عقارب الساعة إلى ما 7 أكتوبر، يعني ساعتها جاي سليمان فرنجية على حصان أبيض على القصر الجمهوري. لا يعني بدنا نتواضع بالحكي وبال يعني بالحكي قدام الناس، ونشوف يعني المرحلة ونشوف المرحلة الجديدة، لأنه هلأ بس نحكي مثل ما قلنا المرة الماضية، أنت قدام مرحلة سياسية تاريخية جديدة، عدة القياس بالمقاربة لهاللحظة السياسية اللبنانية والإقليمية بعتقد باتت مختلفة عن العدة القياس الماضي.